أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا لقاء التنبيه ساري المفعول. إلى غاية أمسية اليوم عن التواصل لتهطل الأمطار على المناطق الشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية. هبوب رياح قوية سرعتها وصلت إلى 80 كيلومتر في الساعة على شمال صحراء منطقة الواحات. أما خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب نسبة رطوبة عالية خلال الصبيحة مع ضباب على السواحل الوسطى والغربية، لتصبح الأجواء مغشاة، بينما على الواجهة الشرقية سحب سفلى كثيفة خلال الصبيحة، خاصة على الواجهة الساحلية احتمال بعض الأمطار. ليتحسن الطقس خلال الظهيرة، أجواء مستقرة على الجنوب بعد سحب رعدية ركامية ستخص أقصى الجنوب مرتفعات الهجار والتاسيلي. خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد مقاييس ما بين 13 لغاية 16 درجة على الواجهة الشمالية، أقول 10 درجات فقط على البيض والجلفة، 19 درجة على كل من غردية وبسكرة، 24 درجة على تيندوف كذلك جانت، 22 درجة على إليزي، 31 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى ستعرف ارتفاع خاصة على المناطق الغربية لتقارب 35 درجة على تلمسان، 34 درجة على غليزان، 33 درجة على وهران، بينما لن تتعدى 26 درجة على المناطق الوسطى، 23 درجة على المناطق الشرقية تبقى دائما منخفضة، بينما تبقى فصلية على شمال الصحراء تتراوح ما بين 31 لغاية 35 درجة، ترتفع على أقصى الجنوب وكذلك منطقة تندوف لتقارب 42 درجة. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ على كل السواحل الغربية والوسطى، لكن قليل الاضطراب على السواحل الشرقية، رياح ضعيفة تقريبا على كافة السواحل. أمطار خلال يوم الغد على فترات تحت توقع رعود ستخص ميامي مع 27 درجة، أجواء غائمة على فانكوفر وكذلك كاليفورنيا مقاييس ما بين 18 إلى 22 درجة، أجواء مغشاة على كل من دالاس وكذلك مكسيكو مع 30 درجة، بينما طقس مشمس على موريال مع 17 درجة. غروب الشمس ليوم الغد الثلاثاء إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام السابعة 42 دقيقة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع في أمان الله.